هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية وفي العاصمة الإدارية الجديدة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية. كل سنة وانتم طيبين. بتحاول تخلص ولا لسه؟ بتحاول تخلص ولا ايه؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله. انا شايف حاجة جميلة قوي والله. وجهد كبير قوي اللي انتم عاملينه. عشان ده حلو. متشكرين وكل سنة وانتم طيبين. كما تفقد سيادته منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي. سيادتك مشرفنا في الاستاد الرياضي. المنطقة يا فندم على مسطح 115 فدان بإجمالي 15 منشأ. إجمالي نسبة تنفيذ المنشآت يا فندم بلغت 91%. تاريخ النهو والمخطط إن شاء الله يا فندم 30/6. طيب هو دي المنشآت اللي أنت بتقولها. تمام يا فندم. دي كده. تمام. أنا شوف، هو التحدي بتاعنا ان احنا نخرج من هنا تماما على شهر 7/8 باذن الله يا فندم قبل العيد ان شاء الله الكبير يا فندم. كل منشاتنا ان شاء الله تكون هواها 100% يا فندم مجهزه للتشغيل ان شاء الله. شكرا. اي عمر يا فندم. وشملت جوله السيد الرئيس كذلك المبنى التعليمي لكليه الدفاع الجوي وكذا المستشفى. سيادتك بتشرفنا في القطاع الثالث اللي بيشمل كليات الدفاع الجوي. سيادتك موجود في النقطة أمام قبة التنشين، نسبة تنفيذ 85%، جاري أعمال رفع كفاءة التشطيبات الخارجية واستكمال أعمال نهو التشطيبات الداخلية. لا قول لي توقيت النهاية يا محمد ده 20/6 بإذن الله يا فندم هنكون مخلصين. كله إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا فندم. كده؟ إن شاء الله يا فندم. كده. شكرين. مستشفى فندم ساعة 120 سرير تكون من 3 أدوار، دور أرضي ودور أول ودور تاني. مستشفى فندم ساعة 120 سرير، مخطط نهوة فندم إن شاء الله 15/7/2023. 15/7/2023 مش قبل كده إن شاء الله فندم، إحنا تخطيطنا إنها تخلص قبل كده. شكري. أيضا تضمنت جولة السيد الرئيس نادي الفروسية التابع للقوات المسلحة إلى جانب الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية. وفي نهاية الجولة شدد السيد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع، كما اطمأن السيد الرئيس على العاملين في المشروع. حمادة سبديد من سوهاج من مركز البلين. أنا أحسن يا سعيد. أنت الأحسن يا رئيس. لا والله سعيد. الله يكرمك. إيه عايز أحمد؟ قول. أتكلم بيني وبينك. يا ولد أتكلم في يعني في حياتنا سنة كتير يا ريس. عينينا الاثنين. ربنا يبارك فيك. فنفسي اقعد معاك انا اللي انت عايزه نعمله. نفسي اقعد معاك يا ولا حماد. انا بحبك والله. انا اديتك في الانتخابات الاولى والانتخابات الثانيه. ده مالوش علاقه باللي انا اعمل لك اللي انت عايزه يا حماد. ربنا يبارك فيك. يعني انك تنتخب ولا ما تنتخبش. اسمع بس، انك تنتخب ولا ما تنتخبش مش دي قضيه. القضيه انك انت انسان ومصري، ولو في حاجه اقدر اعملها لك هعملها لك. بس ده اخويا محمد. اهلا وسهلا. زيكم. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ريس. ربنا يبارك فيك يا ريس. شكرا.